امبارح حضرت جيني من بلاك بانك الحدث الخيري لحملة التوعية بسرطان الثدي 18 من مجلة دبليو كوريا، وبمجرد النظر لكمية الأضواء اللي كانت حواليها هتفهم ان جيني كانت الحدث الرئيسي بمعنى الكلمة، لدرجة ان أضواء الكاميرات والمصورين وجعت عيون جيني. ورغم ان ده كان واضح جدا عليها، لكن جميع المصورين كملوا في تصويرها حتى نهاية خروجها من على الريد كاربت. كمان انتبه المعجبين لوجود جيني طوال الحدث مع اصحابها كالممثلة مونجايون وليهو جون. وكالعادة كانت جيني في منتهى جمال وهي لابسه فستان متوسط الطول بدون حمالات مع شعرها الطويل وكعب عالي مدهش جدا. ومن شده جمال جيني كان جميع الحاضرين ما كانوش مصدقين انها حقيقيه، فتقدر تسمع صراخ المعجبه وهي بتقول جيني انت جميله جدا، وده اللي خلى جيني تضحك بمنتهى الخجل. كمان انتبه المعجبين جدا لتفاعل جيني الغير متوقع مع صبان عضو تي اكس تي، وعلى الرغم من ان جيني كانت خجوله جدا طول الحدث ونادر ما كانت بتتفاعل مع اي حد من المشاهير خارج دايره اصحابها، ولكن مشهد اقتراب صبان وهو بيقول شيء خاص بوزن جيني لفت انتباه المعجبين جدا، لانه من المتوقع كان بيقول لجيني شيء مهم، وعشان كده غطى فمه وهو بيتكلم. وبعد التفاعل الصغير ده اشتعلت جميع مواقع السوشيال ميديا، لان جيني ضحكت بسعاده وهي قريبه جدا من سوبن، وده اللي وضح للمعجبين انهم اصحاب مقربين جدا من فتره طويله، وده على الرغم من انه نادر جدا تشوف اي تفاعل بيجمع بلاك بينك وتي اكس تي. كمان من اهم الفنانين اللي حضرت حدث التوعيه بسرطان الثدي هو ارم عضو بي تي اس، والمعجبين انتبهوا جدا لان ارم وجيني ما راحوش الحدث بس عشان يتصوروا، ولكنهم اتفاعلوا مع كل الحاضرين بمنتهى التواضع وحتى المعجبين. مع بدايه الحدث كان واضح جدا ان ارم وجيني مش مجرد مشاهير بتحضر حفله، ولكن اشخاص عندهم استعداد يستخدموا شهرتهم من أجل توعية الناس وتشكيل فريق إيجابي. اكتب لي في التعليقات انت رأيك ايه في الأخبار دي، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.